بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح المقدمات السنوسية لسيدي أبي عبد الله السنوسي بشرح العلامة واختصار شرح واختصار العلامة السرقسطي رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. وصلنا عند ومذهب أهل السنة، ومذهب أهل السنة وجود الأفعال كلها يعني الاختيارية والاضطرارية، لأن الفعل إما أن يكون أو الأفعال إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون اضطرارية، فسواء كانت الأفعال اختيارية أو اضطرارية فكلها بالقدرة الأزلية فقط، أي بقدرة الله تعالى وحده فقط. ولكن وهنا قد يقال إن المذهبين مذهب الجبرية وأهل السنة واحد، فقال مع هنا يفرق بين المذهبين، فقال مع مقارنة الأفعال الاختيارية بقدرة حادثة، فلما قال أو أثبت القدرة الحادثة المقارنة، هنا اختلف مذهب أهل السنة مع مذهب من، ولما قال لا تأثير لها اختلف مذهب أهل السنة عن مذهب المعتزلة، لأن كل منهما أي من أهل السنة والمعتزلة يثبتون القدرة الحادثة. إذن فما الفرق بين المذهبين؟ أهل السنة يثبتون القدرة الحادثة مع نفي التأثير، والمعتزلة يثبتونها مع إثبات التأثير، والجبرية لا يثبتونها لا مباشرة مع مقارنة الأفعال الاختيارية بقدرة حادثة لا تأثير لها، لا مباشرة ولا تولدا. وهذا قول من؟ قول المعتزلة، فيقولون إن التأثير للقدرة الحادثة إما تأثير مباشر وإما عن طريق التولد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. قال الشافعي رحمه الله: ومذهب اهل السنه رضي الله عنهم هو الحق. يعني مذهب اهل السنه في هذه المساله هو الحق. وجود يعني اختراع وايجاد وخلق وانشاء الأفعال، يعني إذا كان مذهب أهل السنة هو الحق، إذن فالمذهبان الآخران ما هما؟ لا نقول باطلان، إنما نقول مخالفان للحق. ليه؟ لأنهما لم يشتملا على الباطل المحض، بل إن مذهب أهل السنة مشترك معهم في إثبات القدرة الحادثة، مشترك مع من؟ مع المعتزلة، ومشترك مع الجبرية في نفي
التأثير، فلو قلنا بأن المذهبين باطلين للحق البطلان بجزء من مذهب أهل السنة، فنقولان هما غير أو غير موافقين لمذهب أهل السنة. وجود يعني اختراع وإيجاد وخلق وإنشاء، الأفعال يعني أفعال الحيوانات. هي معنى وجود الأفعال، لا نعني وجود الأفعال يعني صدور الأفعال، لأن صدور الأفعال معلوم بالمشاهدة ومعلوم بالضرورة أنه من العباد، فالأفعال تصدر من العباد من المخلوقين، وإنما الخلاف في إيه؟ في وجودها، هل توجد أي تحدث، هل تخترع، هل تخلق، هل تنشأ، هذا هو إيه الإشكال. يعني هي صادرة من العباد، لكن هل باختراعهم بإيجادهم بخلقهم بإنشائهم أو أنها بخلق الله واختراعه وإنشائه إلى غير ذلك. والمراد بالأفعال أفعال الحيوانات كلها، اختياريها واضطراريها، يعني ما كان منها اختياريا وما كان منها غير اختياري. بالقدرة القديمة، لا يعني مثلا إذا كان الاختياري عند أهل السنة واقع بقدرة الله، فما بالك بغيره؟ فهذا من باب أولى. إذا كان الفعل الذي يقع منك اختيارا ليس بقدرتك ولكنها موجودة مع نفي التأثير، فيكون الفعل الغير اختياري من باب إيه؟ من باب أولى. بالقدرة القديمة الأزلية السرمدية فقط ليس إلا. وقد يقول أحدنا كيف يكون الفعل اختياريا وكيف يكون مخلوقا لله؟ يعني أليس الفعل من يكون إيه من تأثير المختار؟ قالوا الله تعالى خلق فينا الاختيار لهذا الفعل وخلق فينا هذا الفعل، فاختيارنا أيضا مخلوق والفعل مخلوق، والقدرة المصاحبة أو المقارنة القدرة الحادثة أيضا مخلوقة، والعبد نفسه مخلوق وعمله مخلوق واختياره مخلوق وقدرته مخلوقة. إذن نرجع إلى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، على ترجيح أن ما في الآية مصدرية. والعجيب أن الفرق الثلاثة المعتزلة وأهل السنة والجبرية يستدلون بالآية، ومن الأعجب أن ما تفسر عند المعتزلة بأنها موصولة وعند أهل السنة بأنها مصدرية وعند الجبرية بأنها ما نافية. ولذلك لا ينبغي الاستدلال في العقائد بالقرآن، لأنه يحتمل الوجوه كلها. لذلك سيدنا علي لما أراد أو قال لابن عباس في مناظرة الخوارج قال لا تجادلهم أو لا تحاججهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه. فنعود إلى الأدلة العقلية، لأن دلالة النص محتملة. والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، هذا احتمال. والله خلقكم وخلق معمولكم، هذا احتمال. والله خلقكم وليست
وليس هذا من عملكم أو ليس وما تعملون يعني نافية لا تعملون، إنما الله تعالى يخلق فيكم العمل، هذا احتمال. إذن فكيف يستدل بنص يحتمل أو يصلح أن يستشهد به أو يستشهد به كل صاحب مذهب على رأيه؟ نعم. وجود الأفعال كلها بالقدرة القديمة الأزلية السرمدية فقط، يعني قدرة الله تعالى، لأن القدرة الموصوفة بأنها أزلية وسرمدية ليست إلا قدرة الله، أما قدرة العبد ليست أزلية، قدرة حادثة وتفنى، وهي مقارنة للفعل، هي عرض مقارن. نعم. دون القدرة الحادثة إذ ليس لها تأثير بوجه من الوجوه. القدرة الحادثة لا ننفيها كما يقول الجبرية، ولكن ننفي ماذا؟ ننفي التأثير، ننفي تأثيرها. وقد يقول أحدنا إذا نفينا تأثير القدرة الحادثة فما وجه تسميتها بقدرة وهي ليست مؤثرة؟ كيف تكون قدرة وليست لها تأثير؟ قالوا هذا تسميتها قدرة لتصحيح التكليف، فيقال هذا قادر على الفعل، يعني عنده قدرة مصاحبة أو مقارنة، وهذا غير قادر أي عاجز، زي مثلا إنسان به مرض لا يقدر على استعمال الماء، فهذا يقال غير قادر، يعني به عائق أو مرض. أما إذا قيل إنه قادر على الوضوء أو قادر على القيام في الصلاة، فما معنى قدرته على القيام؟ أي أنه يستطيع القيام والركوع والسجود، فكونه يستطيع ليس معنى هذا أنه هو الذي أوجد لنفسه الاستطاعة، أو هو الذي أثر في أن يكون مستطيعا، بل الله تعالى خلق له هذه الاستطاعة وهذه القدرة. إذن فنسميها قدرة وننفي التأثير ونجعلها مقارنة للفعل حتى يصح أو حتى نصحح التكليف. فالفعل الذي ليست معه قدرة مصاحبة أو مقارنة هذا يكون على وجه الخرق، خرق العادة، لأن صاحبه ليس قادرا. لما يكون إنسان عنده مرض لا يستطيع تحريك يده ثم يحرك ويمسك الكوع، فهذا خرق عادة، هذه كرامة أو هذه شيء من الخوارق. فإنما القدرة الموجودة اللي في حركة اليد قدرة مقارنة، يعني تقارن الفعل، ومعنى مقارنتها شيء ومعنى تأثيرها شيء، يعني الله تعالى لا يوجد الفعل عادة إلا عندها لا بها، يعني عند وجود القدرة الحادثة لا بها، لأنه لو كان الله يوجد الفعل بها لكان محتاجا في خلقه إلى آلات أو إلى أدوات، كالنجار مثلا يقطع الخشب وهو قادر على القطع ولكنه لا يستطيع القطع إلا بالمنشار، يحتاج إلى آلة. والله تعالى منزه عن الاستعانة بآلات أو بأدوات، فنسميها قدرة، ولكن لا نعتقد أن لها تأثيرا، لأنه لو اعتقدنا أن لها تأثيرا هذا ينفي أو يناقض وحدانية الأفعال، يعني ينفي أن الله واحد أو هو منفرد بالإيجاد والاختراع. فإذا أسندنا التأثير أو الإيجاد والاختراع لقدراتنا الحادثة فمعنى هذا جعلنا شريكا
لله تعالى في إيجاد الأفعال، وهو قدراتنا الحادثة. والله تعالى منفرد وحده بالتأثير والإيجاد والاختراع والإحداث والإبداع والإنشاء والخلق، فمعناه إيه؟ ها؟ أنه واحد في أفعاله. ومعنى وحدانية الأفعال نفي إيه؟ ها؟ نفي الكم المنفصل، يعني الله وحده هو الموجد والمخترع والخالق، ليس له مشارك، ليس هناك مؤثر في الوجود غيره، أو مبدع أو خالق أو منشئ. نفي الكم المنفصل، يعني لا يوجد أحد غير الله له تأثير في فعل ما البتة. فلأجل هذا نثبت القدرة الحادثة وننفي التأثير، ونسميها قدرة مع أنه لا يقدر بها، وإنما يقدر عندها. ولذلك قال بعضهم إن لنا قدرة، يوضح مذهب أهل السنة، إن لنا قدرة لسنا بها نقدر، ولكن الله سوغ إطلاقها في قوله من قبل أن تقدروا. فالله سوغ أو جوز إطلاقها في كتابه عندما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا. فسمى هذه قدرة، وليست مؤثرة، وليست خالقة، لأنها لو كانت خالقة ومؤثرة والقدرة القديمة مؤثرة وخالقة، إذن نفينا وحدانية الأفعال. واضح؟ أقرأ. دون القدرة الحادثة إذ ليس لها تأثير بوجه من الوجوه، بل هي يعني لا تأثير لها بأي وجه أو من كل وجه، لا تأثير لها. وليس الارتباط أو المقارنة بينها وبين الفعل الذي يحدث عندها، ليس معنى هذا الارتباط تأثير، ولكنه مجرد ربط عادي، بمعنى أنه قد توجد هذه القدرة ولا يخلق الله الفعل، ويخلق الله الفعل ولا توجد هذه القدرة، ولكن الله تعالى أجرى العادة هكذا أنه لا يوجد الأفعال الاختيارية إلا بمقارنة قدرة حادثة. واضح؟ بل هي عرض مخلوق لمولانا جل وعلا. عرض يعني القدرة دي عرض، يعني عندما تحرك يدك لتقطع شيئا فالله تعالى يخلق هذا العرض اللي هو الحركة، ويخلق القطع. عند وجود هذه القدرة الحادثة حتى يصح في الظاهر أن تكلف، لأنه لو لم تكن هذه القدرة الحادثة موجودة فمعنى هذا أنه لا تسمى مكلف. إذن فأهل السنة يثبتون التكليف، لأن الله تعالى خلق مع أفعال العباد قدرة حادثة، وهذه القدرة عبارة عن عرض مخلوق لمولانا ينعدم في كل وقت وحين. لماذا قال ينعدم؟ لأنه الراجح في مذهب الأشاعرة أن العرض يوجد ثم أو يوجد فينعدم، ولا يبقى زمانين، ولكن الله تعالى يجدد أمثاله
مدة بقاء الجرم على التعاقب. يعني الله تعالى يخلق العرض فيفنيه أو فيفنى وحده، لأنه عرض يخلق فيفنى ثم يخلق مثله، وهكذا على التعاقب إذا أراد الله بقاء الجرم. فإذا أراد الله إعدام الجرم يعني عدم بقاء الجرم أمسك عنه الأعراض، يعني لا يجدد، يعني يخلق عرض ثم عرض ثم لا يخلق العرض الذي يعقبه. فإذا أمسك الله الأعراض عن الأجرام فنيت الأجرام. طب كيف تفنى الأعراض؟ الأعراض تفنى بنفسها، يعني لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تأثير لإفنائها، لأن العرض يوجد فينعدم بمجرد وجوده، عندما يوجد ينعدم فلا يحتاج إلى معدم. هذا إيه؟ إعدام الأعراض. أما إعدام الأجرام فبإمساك الأعراض عنها. ولهذا يقول الصوفية الله تعالى أعطاك إيه؟ نعمة الإيجاد والإمداد، يعني يمدك الله بالأعراض لكي تبقى في هذه الحياة. فإذا أراد الله عدم بقائك أمسك عنك الإيه؟ الأعراض. إذن فالأعراض تفنى بنفسها والأجرام تفنى بإمساك الأعراض عنها. فلا مؤثر بالقدرة إلا الله تبارك وتعالى، ولا موجد للأفعال إلا الله تعالى. ولذلك أقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني هو قيوم. وكلمة قيومة يعني ليست قائم، وإنما إيه؟ قيوم يعني قيامه تعالى، يعني إمداده للمخلوقات مستمر. فلو أمسك القيومية لحظة واحدة تنعدم إيه؟ المخلوقات. يعني مثلا زي إيه؟ شبه المصباح والفتيلة الزيت، فطالما يمد الله تعالى الفتيل بالزيت تظل إيه؟ الإضاءة. فإذا أراد الله إطفاء هذا الضوء أمسك إيه؟ الزيت، لم يمده بإيه؟ بالزيت. زي الكهرباء تتجدد إيه؟ أعراضها بتجدد إيه؟ الطاقة، التيار إيه؟ الكهربائي. فإذا لم تدفع الفواتير أمسكت إيه؟ الأعراض فانطفأت المصابيح. وهكذا يبقى إذن إيه؟ الله تعالى قائم على هذا الوجود، يمده بأسباب بقائه. فإذا أراد الله تعالى إعدامه أمسك عنه الأعراض التي هي أسباب في بقائه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن خلق السماوات والأرض من غير إمساك يؤدي إلى إيه؟ إلى الزوال. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فهو تعالى قيوم السماوات والأرض، وهو القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. والله تعالى يمدك في كل لحظة بأسباب البقاء. يعني مثلا من هذه الأسباب التنفس، فإذا أراد الله تعالى موت الإنسان أمسك عنه الإيه؟ الهواء، أو أمسك عنه الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أو أمسك عنه أي عرض من الأعراض التي لا يبقى إلا بها. نعم. مع مقارنة يعني مصاحبة الأفعال الاختيارية مع الاضطرارية للموافق والمخالف. يعني الأفعال الاضطرارية يخلقها
فينا من غير قدرة مقارنة. أما التي توجد معها قدرة مقارنة هي الأفعال الاختيارية. إذن فما الفرق بين الاختيارية والاضطرارية؟ لا فرق من حيث إنهما معا بخلق الله، يعني هذه خلقها الله، وهذه هذا الفعل الاختياري بخلق الله، وأيضا الفعل الاضطراري بخلق الله، إلا أن الاختياري تقارنه القدرة الحادثة، أما الاضطراري ليس معه قدرة حادثة. دون الاضطرارية بالموافق والمخالف على أنها مخلوقة، يعني بالموافق والمخالف، يعني ممكن يكون في فعل موافق لإرادتك، وممكن يكون فعل مخالف، يعني مثلا أنت أردت مثلا إيقاع ضرر بهذا الفعل فوقع له إيه نفع، لكن أنت ماذا أردت؟ أردت الضرر، أو أردت بإطلاق الرصاص على إنسان لتقتله، أردت أن تقتل مثلا فلان فأصابت الرصاصة غيره، هذا مخالف. يبقى في فعل موافق وفي فعل إيه؟ مخالف. يعني عندما تآمر الخوارج على قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وعلى قتل سيدنا معاوية، وعلى قتل عمرو بن العاص، على قتل الثلاثة في ليلة واحدة، أحدهم توجه إلى العراق، والثاني إلى الشام، والثالث إلى مصر، وقالوا في ليلة واحدة نخلص الأمة من شر هؤلاء الثلاثة، والشر لم تتخلص منه الأمة إلى الآن، أن الخوارج باقون في كل عصر، إنهم في أصلاب الرجال إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة. فالذي ذهب إلى مصر دخل في المسجد وخبأ الخنجر ليطعن به عمرو بن العاص، وكان الوقت ظلام، ويعرف أن الذي يؤم الناس أو الذي يصلي بهم هو الأمير، ولكن عمرا في هذه الليلة مرض فلم يخرج، فأرسل قائد الشرطة اسمه خارجة ليصلي بالناس، فدخل عليه وهو في الصلاة فقتله، فقبض عليه، فذهبوا به إلى عمرو بن العاص، فلما رأى قال أنا من قتلت؟ فقال عمرو أردت عمرا وأراد الله خارجة، أنت أردت شيئا ولكن الله أراد شيئا آخر. فإما أن يكون الفعل الواقع بهذه القدرة مخالف أو إيه؟ طيب إذن إذا كان مخالفا كيف يفعل الإنسان ما يخالفه؟ فهذا دليل على أن الفعل مخلوق لله تعالى، قد يوافق وقد يخالف. على أنها مخلوقة لله تعالى لا كسب للحيوان فيها. لا كسب للحيوان، هنا عبر بالحيوان ولم يعبر بالإنسان حتى تدخل أفعال الكائنات الحية، يعني الفرس، الجمل، جميع الحيوانات عاقلة وغير عاقلة، وأفعالها اختيارية أو اضطرارية. يعني قد يقوم الفرس مثلا فيجري أو يتحرك ليس اضطرارا، وقد يلجئه أو يلجمه صاحبه بلجام فيرغمه على الحركة. فالحيوانات غير الإنسان لها أفعال اختيارية ولها أفعال اضطرارية. على أنها مخلوقة لله تعالى لا كسب للحيوان فيها.
لقدرة حادثة يعني مسبوقة بالعدم، يعني مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة يعني مسبوقة بالعدم. احنا قلنا ايه القدرة منذ قليل؟ قلنا هي عرض مخلوق، وطالما هي عرض مخلوق يعني معناها ايه؟ حادث مسبوق بايه؟ بالعدم. فقبل وجود هذه القدرة كانت ايه؟ عدما، اذا معناها قدرة ايه؟ حادثة، لأنها لو كانت قديمة لا تكون مسبوقة بالعدم، لا تأثير يعني اختراع لها، يعني لا يمكن أن تكون القدرة الحادثة لها تأثير يعني لها اختراع. وهيهات أن لها ذلك يعني اعمل ايه اللي هي الياء اللي أن زي أن لك، أن لها ذلك وهي حليف العجز العام والافتقار الذاتي على سبيل الدوام. يعني القدرة اللي هي الحادثة عرض، وهذا العرض يوجد فينعدم، يبقى إذن هو في افتقار ذاتي على سبيل الدوام لتجدد أمثاله، والعجز العام لأنها من جميع الوجوه لا تأثير لها إلا أنها إيه؟ قدرة مقارنة توجد في العبد لكي يصحح التكليف، وليس لها إيه؟ تأثير، لأنها هي أثر للقدرة القديمة. فكيف تكون أثرا وكيف تكون مؤثرا؟ لا مباشرة وهو يوجد في محل قوته كحركاته وسكناته وقيامه وفعله، يعني هو يقول لك القدرة الحادثة ليس لها تأثير، سواء كان هذا التأثير مباشر، يعني في التأثير على نوعين، على فرض أن لها تأثير، إما أن يكون مباشر وإما أن يكون بطريق التولي. كيف يكون مباشرا؟ المباشر هو ما يوجد في محل قوتك، يعني محل قوتك بدنك جسمك هذا، حركاتك وسكناتك وقيامك وقعودك ومشيك وجريك، هذا يوجد في بدنك في محل قوتك، فهذا هو الايه؟ يعني ما يوجد في محل قوتك هذا يسمى ايه؟ مباشر. أما ما يوجد لا في محل قوتك فهذا غير إيه؟ غير مباشر، وهو ما يسمونه إيه؟ تولدا. وكما أن الحيوان لا اختراع له في أفعاله مباشرة، كذا لا اختراع له تولدا، وهو بيعرف، عرفنا المباشر هو إيه؟ ما يوجد في محل القوة مثل الحركات والسكنات، أما التولد وهو ما يوجد خارجا عن محل قوته كالضرب بالسيف، يعني عندما أضرب إنسانا بالسيف الذي هو في محل قوتي هو الحركة، أما الضرب هذا ليس في محل قوتي، والرمح والحجر أرمي إنسان بحجر فيصاب بجرح أو بكسر، فهذا الفعل ليس في محل قوتي وإنما هو خارج، فهذه الأفعال يسمونها إيه؟ أفعال غير مباشرة، يعني معناها حركتي أو رمي بيدي تولد منه فعل آخر وهو إيه؟ الجرح أو الكسر أو الإصابة أو القتل وهكذا، فهذه الأفعال حادثة غير مكتسبة للعبد لأنها خارجة عن محل قدرته، إلا أنها طب هي كيف تكون خارجة عن محل القدرة وكيف
تكون أفعال للعبد، لأنها مترتبة على ما كان في محل القوة. يعني هذا الفعل اللي هو خارج عن محل القدرة لا يوجد إلا بالفعل الذي هو في محل القدرة، فكأن فعلا ترتب على فعل آخر. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا يدي مثلا وضعتها في الماء، ماذا فعل؟ ما هو الفعل المباشر؟ حركة اليد. فإذا تحرك الماء كده، الماء كده بيتحركه، حركة اليد دي هذه هي المباشرة، أما حركة الماء هذه هي المتولدة. يعني ولكنها لا تحدث إلا بالحركة التي في القوة. فإذا هذا يعتبر حركة الماء سبب. يعني مثلا إذا أنا قمت ورميت الماء كده، أصبتكم بالماء، فلماذا أحاسب؟ هو الماء هو الذي بلل ثيابك وليس أنا، لكن أنا الذي حركت يدي فتبلل. واضح؟ يبقى فعل كان سببا أو كان موجدا لفعل آخر. يعني أنا مسكت المفتاح فحركت يدي فتحرك المفتاح بحركة اليد فانفتح الباب. فإذا قلت لك من الذي فتح الباب؟ تقول لست أنا، المفتاح. حركة المفتاح حركة غير غير مباشرة. الحركة المباشرة اللي في محل ولكن هذه الحركة غير المباشرة ما حدثت إلا بالحركة المباشرة. يعني أنت رميت بيدك وهذه حركة الحجر فجاء في رأسي، فتقول لا دخل لي، الحجر هو الذي يحاسب، لماذا أصاب رأسك؟ أما أنت الذي وجهته، أنت الذي حركت يدك به. إلا أنها لما كانت مخلوقة اللي هي الأفعال اللي هي في غير محل القوة، إلا أنها لما كانت غير مخلوقة عند كسب عادة، يعني تعمل لها كده كسب عادة جرى فيها التكليف والثواب والعقاب. يعني هي في العادة مخلوقة عند كسب، يعني عند الفعل المباشر، فيجري فيها يعني في الأفعال غير المباشرة التي يسميها المعتزلة الأفعال المتولدة، يجري فيها ثواب وعقاب لأنها مخلوقة عند كسب، يعني عند الحركة المباشرة. وبالجملة فمذهب أهل السنة أن الموجد لأفعال العباد بين الأفعال المباشر والمتولدة، يعني عاديا ولا غير مفكر. هو الذي يوجد في محل قوتك هو ده المباشر، اللي يوجد في الخارج هو ده المتولد. يعني هم يسموه كده، انما احنا نقول اهل السنه لا يقولون بالتولد اصلا، لان التولد من يعني نظريه او الكلام في التولد باطل غير صحيح. ولكن هذا الفعل نقول مترتب على هذا الفعل وليس متولد عنه. نعم، المتولد ده اللي هو اللي قالوا به المعتزلة، يجعلون انه الفعل المتولد ده مخلوق للعبد بواسطة الفعل المباشر. يعني يجعلون هذا مخلوق مباشرة، يعني أنت هذا أثرك مباشرة، وهذا مخلوق بسبب أثرك، يعني أو مخلوق بواسطة أثرك. أما أهل السنة يقولون هذا وهذا لا تأثير لك فيه. هذا هو الفرق بس في الاعتقاد. نعم. وبالجملة فمذهب أهل السنة أن الموجد لأفعال العباد هو الله تبارك وتعالى وحده. احنا قلنا أفعال ولم نقل تولدا ولم نقل مباشرة، غير أن الاختيارية منها تقارنها قدرة حادثة من غير تأثير لها فيها أصلا. يعني الأفعال الاختيارية تقارنها القدرة الحادثة من غير تأثير،
من غير تأثير لها فيها يعني في الأفعال أصلا. وهذه الأفعال هي التي في وسع المكلف على حسب ما دل عليه الشرع، يعني الأفعال الاختيارية التي تقارنها القدرة الحادثة. وطبعا نقول من غير تأثير، كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه: واحد في الذات والصفات والفعل، فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقل بالطبع أو بالعلة، يعني بتأثير الطبع أو بتأثير العلة، فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فله. رد على الكل في هذه الأبيات. يبقى إذن الأفعال الاختيارية التي تقارنها قدرة حادثة هي التي في وسع المكلف. يعني لو سألتك ما هو الذي في وسعك أو في طاقتك أن تفعله، فتقول الأفعال الاختيارية المصاحبة لقدرة حادثة هو الذي في وسعي، وهذا هو ما تكلف به. يعني لا يكلفك الله بفعل ليس معه قدرة حادثة، ولا يكلفك الله بفعل اضطراري. إذن فما هو مناط التكليف؟ الأفعال الاختيارية المقارنة لقدرة حادثة من غير تأثير، هذا هو الذي تكلف به. ولذلك قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا، يعني إلا ما جعله في وسعها من أفعال اختيارية، لأن الاضطراري لا تكلف به أصلا. شرط التكليف أن تكون مختارا في الفعل، وأن يكون هذا الفعل مقارن، يعني يخلق الله تعالى معه قدرة حادثة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تسعه طاقتها. ولكن افهم، هذا بحسب الظاهر وبحسب ما أجرى الله به العادة. نقولنا في الظاهر في قدرة حادثة لكنها غير غير مؤثرة حتى يصحح التكليف، هذا في الظاهر. أما في حقيقة الأمر ليس هناك قدرة، وبعدين بحسب الظاهر والعادة. إيه معنى العادة؟ يعني ما أجرى به العادة، لأنه قد يكون هناك خارق أو قد تحدث أمور من غير القدرة الحادثة، لكن هذا يسمى خرق عادة. يعني أنا لا أستطيع بالقدرة الحادثة أن أمشي على الماء، ولكن لو حدث هذا يبقى هذا يسمى فعل خارق. لكن الفعل المعتاد لابد أن تصاحبه قدرة حادثة. فهذا الفعل خارق للعادة، المشي على الماء أو على الهواء إلى غير ذلك. بحسب الظاهر، كلمة بحسب الظاهر يعني يريد هي تسمى في الظاهر قدرة، وفي الباطن لا، لأنه ليست مؤثرة. لو كانت مؤثرة لسميت في الظاهر والباطن. لكن زي ما تقول اسمها زي مثلا، شوف كده، تنظر إلى هذه الصورة تجد مثلا صورة فرس، فتقول هذا فرس في الظاهر، لكن في الحقيقة هي صورة وليس فرس. أنا أرى مثلا صورة الشيخ محمد هنا، صورة مين؟ سيدنا الشيخ. أقول لك هذا الشيخ علي، الشيخ علي جمعة، مش كده؟ ده بروح هناك سلم على الشيخ أو كلم. يبقى هو في الظاهر هو الشيخ علي، لكن في الباطن دي صورة. إنما لو كان في الظاهر والباطن لكان هو نفسه. يبقى إذن هي في الظاهر اسمها قدرة، إنما في الباطن لا نستطيع، أو لا ليس لها تأثير
فلا تسمى قدرة في الحقيقة، وإنما تسمى قدرة في الظاهر. وفي العادة، هي في العادة بحسب ما أجرى الله العادة، ولو خرق الله العادة لانتهى الأمر. وذلك بيقول وأما ما في نفس الأمر أي الواقع فليس في وسعها فعل من الأفعال. ليه؟ لأنها ليست مؤثرة. فإذا لم تكن لها تأثير وهي ملازمة للعجز التام والافتقار الذاتي، فكيف يكون في وسعها فعل من الأفعال؟ ولكن الله تعالى جعلها في الظاهر كده، في الظاهر تظن أنها تقدر وتفعل، وفي الحقيقة ليست تقدر وليست تفعل، والخالق والقادر والفاعل والموجد هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا يكلف الله نفسا، يعني ده بحسب الظاهر، أما في حقيقة الأمر ليس في وسعها لأنها مخلوقة وعاجزة وفقيرة، والله تعالى وصفها بأنها قدرة حتى يصحح التكليف، وجعل الإنسان يستطيع أن يفرق بين الحركة التي هي اختيارية وبين الحركة التي هي اضطرارية، حتى لا يقول الإنسان أنا ليس عندي اختيار، يجعله بالبديهة أو بالضرورة يفرق بين الفعلين، بدليل أنه يقول هذا أمر اضطراري وهذا أمر اختياري. فإذا فرق بين الاختيار والاضطرار، هذا بحسب ليه؟ ها؟ بحسب الظاهر، أما في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه اختيار، كل اضطرار. وبحسب ليه؟ وبحسب العادة. واضح؟ بس كده. يبقى احنا نتأدب مع الشرع ونمتثل، ولا نقول انه، لأن العبد ليس له من الأمر شيء. أنت مخلوق لله، والله تعالى يفعل بك ما يشاء ويحكم فيك ما يريد، فما عليك إلا أن تعرف أين الأمر وأين النهي، فتقف عند حدودك فقط. ها، لا يقال هنا اعتراض، هذا حيصحى بعض الناس يستيقظ من النوم ويقول أيها الأستاذ ما تقول به هو الجبر، وأنتم ما تقولون به المخالفون هل هو هندسة ولا جبر أيضا؟ لا يقال، يعني هذا اعتراض، الجبر لازم لمين؟ لأهل السنة. ليه؟ لماذا لازمهم الجبر؟ حيث لم يجعلوا للعبد تأثيرا في أفعاله، يعني ليس مؤثرا. وإحنا فهمنا معنى التأثير، العبد فقط مظهر للفعل، لكن ليس هو الموجد وليس هو الخالق للفعل. يعني مثلا قم وامشي من هنا إلى أقرب مسجد، ما هو الفعل الذي فعلته عندما وصلت إلى المسجد؟ ماذا فعلت؟ ما هو الفعل؟ المشي، أليس هذا فعل وأنت الذي فعلته؟ طب نسألك، إذا كنت أنت الموجد والخالق لهذا الفعل، فكم خطوة خطوت من هنا إلى المسجد؟ لا تعرف. طب نسألك، كيف مشيت؟ يعني كيف، ماذا يحدث في الجسم عندما ترفع الرجل، وعندما ما الذي يحدث في العضلات وفي الدورة الدموية، وكيف تتحرك الرجل، ولما تحرك الأولى قبل الثانية، ولما لا تحركهما معا فتقفز قفزة؟ يعني أنت أصلا لا تتحكم في كيفية المشي، ولا تستطيع أن تخطو أسرع مما وضع الله لك، يعني لا تستطيع أن تمشي مثل البراق. يعني مثلا ترى
بصرك ترى مثلا 100 متر، لا تستطيع أن تأخذها في خطوة واحدة. أما البراق يضع حافره عند منتهى بصره، فإذا كان هذا من فعلك وهذا من فعل البراق، فلماذا لا تكون الخطوة واحدة؟ خطوة الإنسان أقصر من خطوة الفرس أو الجمل، بل الحمار أسرع من الإيه. فكيف أنت الذي مشيت من هنا إلى المسجد؟ كم خطوة؟ لا تستطيع. إذا لو كنت أنت الخالق لعلمت بتفاصيل الخطوات، ألا يعلم من خلق؟ أنت يخلق فيك المشي وتمشي كما تمشي الأنعام، ولا تعرف إلى أين تذهب ولا إلى أين الإنسان يمشي وكل. ولكن يبقى إذا لو كان الإنسان هو الخالق لأفعال نفسه لعلم تفاصيلها، لعلم إيه؟ تفاصيلها. لأن الله تعالى احتج على عباده بأنه خلقهم بالعلم، فقال ألا يعلم من خلق؟ يعني أنا أخبركم بأحوال خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من إيه؟ من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار. كيف علم الله تعالى هذه الأطوار؟ لأنه هو الخالق. لو كان ليس هو الخالق لا يمكن، كيف يخبر أن هذه مراحل تكوين الجنين في بطن أمه؟ إذن فمعنى هذا أن الله هو الموجد للإنسان، لأنه أخبرنا بالتفاصيل. ولا يستطيع أحد أن يقول، يدعي خلق السماوات والأرض، أن الله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يعني كيف يقول؟ هل يستطيع أحد أن يحدثنا كيف خلقت السماوات والأرض؟ لا، لأنه لم يخلقها. فالذي يتحدث هو الله فقط عندما يقص علينا أنه خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، واستوى إلى السماء في يومين. هل قال فرعون الذي ادعى الألوهية، هل تكلم عن خلق السماوات والأرض؟ لا. كيف يعرف هذا؟ هل تكلم عن خلق الجنة والنار فرعون؟ لا، هو أصلا لا يعلم أن هناك إله. يقول لسيدنا، يقول كما جاء في القرآن الكريم، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي، ولعل هنا احتمال، أطلع إلى إلهي لعلي أبلغ أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأنه هو ما يعتقد أنه ما فيش إله غيره. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهو عاوز يتأكد فقط. بس لو هو إذا وصل إلى مرحلة الظن والاحتمال ولا يقطع، وهناك احتمال أن يكون هناك إله، فكيف يكون فرعون إله وهو لا يعلم؟ لسه بيخضع للتجربة. يلا شوف، لا يقال الجبر لازم لأهل السنة حيث لم يجعلوا للعبد تأثيرا في أفعاله. يعني لو قيل هذا القول إن الجبر لازم لمين؟ لماذا يلزم الجبر أهل السنة؟ لأنهم لم يجعلوا للعبد تأثيرا في أفعاله. لأننا نقول لما صحيح الجبر لازم لأهل السنة، لازم، ولا نستطيع أن ننفك عن هذا، بل إن الجبر لازم للفرق كلها. طبعا الجبرية من غير حاجة، هم نفسهم قالوا إحنا جبرية، يعني مش هتقول لهم الجبر لا، إذا كانوا هم صرحوا بذلك. إنما من الذي كابر في هذه المسألة؟ مين؟ المعتزلة. فالجبر بهذا المعنى لازم حتى على مذهب المعتزلة، فالمعتزلة في الحقيقة جبرية أيضا، لأنهم قالوا بالإيه؟ بأن العبد يخلق أفعال نفسه بإيه؟ بقدرة، مش كده؟ مودعة. فنقول لهم
هذه القدرة المودعة التأثير فيها راجع لذاتها ولا إلى الله؟ إذن أرجع التأثير إلى الله تعالى. يبقى إذن لزمهم الجبر، لأنه نقول لهم القدرة الحادثة التي في العبد أنتم تقولون بتأثيرها، لكن من الذي أحدثها في العبد؟ فيقولون الله. إذن أرجعوا التأثير إلى مين؟ إلى الله. يبقى الجبر متوجه على الفرق كلها ولا يضر. إيه معنى ولا يضر؟ يعني ولا يضر أن تعتقد هذا، بل هذا هو الإيمان فاعرفه. بل ما هو الذي يضر؟ بيقول لأن نقول الجبر المحظور، الجبر الذي يضر هو الحسي كما ذهب إليه الجبرية. أما العقلي، إيه الفرق بين العقلي والحسي؟ العقلي هو سلب الخالقية عن العبد، فهذا متوجه على جميع الفرق ولا يضر. أما الذي يضر هو الجبر الحسي، يعني الإنسان يجعل أن هذا شيء محسوس، فيقول لك أنا لا أقدر على الصلاة، لو أقدرني الله. هو كذاب، لأنه يعلم بالضرورة أنه يستطيع ولكنه لا يريد. تقول له صم فيقول لك لا أستطيع. كثير من الناس مثلا لا يصلي الفجر، فتقول له إيه لماذا لا تصلي الفجر؟ يقول لك لا أستطيع، أسهر في الليل والنت وأتعب في المذاكرة ثم أنام فلا أستطيع. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا في إلا ما إيه إلا ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه. فتقول له إيه، الله كلف أم لا؟ كلفنا بصلاة الصبح، فمعنى هذا أن هذا في وسعنا، وإلا لا يكلفنا الله بما ليس في وسعنا. فأنت تكذب كذاب، فعليك إثم تأخير الصلاة وعليك إثم الكذب، لأنك افتريت على الله. لأنه لو كان هذا ليس في وسعك لا يكلفك الله به. فإذا المقياس هو التكليف وليس هو الادعاء، لأن كل إنسان حيدعي أنه ليس في وسعه شيء. يبقى إذن هذا إيه؟ كذب، كذب على الله سبحانه وتعالى. يبقى الجبر العقلي سلب الخالقية، إحنا لا نريد بالجبر، لا نريد به لا نريد به نفي مسؤوليتنا عن أفعالنا، ولا نريد به ترك الطاعة، ولا نريد به نفي التكليف، وإنما نريد به سلب الخالقية عن العبد، أن العبد مخلوق وليس خالق، هذا فقط. وهذا هو المسمى بالجبر العقلي. وإذا لم نقل به هنصل إلى إيه؟ باب اسمه إيه؟ سد إثبات الصانع. يعني لا نستطيع أن نثبت الخالق إذا نفينا الجبر العقلي، يعني حينسد باب إثبات وجود الله. ليه؟ لأنه لا بد كده، العقل يسلسل حتى يرجع إلى إيه؟ إلى الله فقط. هو الخالق وهو المدبر وهو الموجد، الله خالق كل شيء. فهذا أمر اعتقادي لا يضر. إنما مذهب الجبرية الذين ينفون التكاليف، وإذا قتل أحدهم فيقول أنا لم أقتل، وإذا سرق يقول أنا لم أسرق، وإذا شرب الخمر يقول أنا لم أشرب، هذا هو المفتري والكذاب. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه واحد شرب الخمر فأمر بجلده، فقال لقد قدر الله علي هذا الأمر، فأمر بجلده 20 جلدة غير 40. قالوا لماذا الزيادة؟ قال للكذب على الله تعالى. هذا يكذب يعني يفتري،
على الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الجبر العقلي هو ده الإيمان اللي هو سلب الخالقية، اللي هو وحدانية الأفعال. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. أما الجبر الحسي يعني تكابر وتعاند وتقول لو أراد الله هدايتي لصليت أو صمت أو زكيت، وأنت تعرف أن الله أمرك ونهاك وجعل فيك الهداية، ولكنك تريد الضلال وتريد أن تنفي مسؤوليتك عن الفعل وتتنصل من الإيه؟ من المؤاخذة. هذا هو المحظور، وهذا هو المنهي عنه، وهذا هو الضلال، وربما يؤدي إلى الإيه؟ إلى الكفر. أما الجبر العقلي الذي هو سلب الخالقية عن العبد، فهذا هو الإيه؟ المطلوب. ولذلك أهل التوحيد وأهل السنة ليس عندهم شيء اسمه إيه؟ يقول لك الإنسان كذا. عنده في بعض المذاهب العلمانية الحديثة تقول إنه هذا الإنسان عنده إيه؟ إرادة مستقلة، أو عنده حرية مطلقة. لا توجد الحرية المطلقة. أنت أصلا اسمك عبد، لك إيه؟ الله تعالى أعطاك حرية في الاختيار فقط، لكن حرية مطلقة دي لا تكون. يعني أنت مخير بين إيه؟ يعني إحنا الحرية عند في المفهوم الإيماني الصحيح أنها مقيدة، وما تشاءون إلا مقيدة. يعني أعطانا الله مشيئة ولكنها ليست مطلقة، يعني بمعنى أننا نشاء بها غير ما شاء الله. هذا لا يمكن ولن يستطيعه مخلوق. الله تعالى أعطاك حرية واختيار، ولكن في حدود المشيئة الإلهية. وما تشاءون إلا، يعني الله تعالى خيرك بين كفر وإيمان. لو كنت أنت لك حرية مطلقة ترفض الأمرين، فتقول أنا لا أريد لا الإيمان ولا، هل ده يمكن؟ فإما إيمان إما كفر، إما طاعة إما معصية، يا إما فعل الأمر امتثاله يا إما عدم الامتثال. يبقى أنت إيه؟ لست حرا حرية كاملة، وأنت في الأول والآخر عبد مخلوق محكوم، بمعنى أنه ليس لك حرية في أن تكون، يعني مثلا أنت ربنا خلقك من آسيا، ليس لك حرية أن تكون من إفريقيا، ولا خلقك آسيا، يعني هذا ماليزي وستموت في ماليزيا وتحشر مع الماليزيين وتبعث معهم، ليس لك إيه؟ حرية في هذا. وليس لك حرية مثلا في اللون، وليس لك حرية مثلا في أشياء، كل الأشياء ليس لك فيها حرية إلا الإيه؟ إلا التكليف فقط. ليس لك حرية أن تتنفس كما تشاء، ولا أن تحيا كما تشاء في الدنيا، ولا أن تموت في أي وقت تريد. ليس لك هذا أصلا. كل ما في الأمر، يعني لو قسنا أفعال الإنسان الاضطرارية اللي ليست له فيها حرية بأفعاله الاختيارية، حتكون النسبة كام؟ 1%، و99% ليس له فيها أي شيء. التنفس والدورة الدموية وحركات القلب والتفكير والعلم والجهل والإيمان والضلال والهداية والجنسية والوطن والدفن والموت والحياة والمرض والسكر والضغط، كل ده ما لكش حرية فيه خالص. والأمراض، والإنسان العصبي والإنسان الهادئ والإنسان ما الحرية فيه؟ منطقة واحدة اللي هي منطقة إيه؟ التكليف. افعل ولا إيه؟ ولا تبقى. وهذا بحسب الظاهر والعادة. أما في الحقيقة فليس لك حرية ولا إرادة في أي شيء، بحسب الظاهر والعادة. فإذا قيل إن الجبر لازم لمين؟ لأهل السنة،
نقول لهم مرحبا، وهذا هو الإيمان، سلب الخالقية عن العبد. أما وهذا إيه ليس لازما لمذهبنا فقط بل لجميع المذاهب، إنما الجبر الحسي لا، لأننا نقول أننا مكلفون وأننا مسؤولون ومحاسبون ونسأل يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون. وبالجملة فمذهب أهل السنة مجانب للمذهبين الفاسدين، وهو لم يقل باطلين قال فاسدين، لأنهم جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الحقيقة ها أنه ما فيش، طب والشريعة أنه لا فيه، أما كيف يكون الحساب والمسؤولية. وسلموا بتوفيق الله من بدعة الفريقين، لأنهم جانبوا، أنا يعني يعكر على تفكير إنسان جماعة السلفية ما تعرفهمش مذهبهم إيه، يعني عندما تقرر المذاهب في أفعال العباد لا تدري السلفية دول هل هم جبرية، أبدا هم يشتموا في الجبرية ليلا ونهارا، هل هم أشاعرة لا يقولون بالكسب، هل هم معتزلة يفرون من، لكن عندما تدقق هي المسألة عقلا ليس فيها إلا ثلاثة مذاهب، لم يوجد رابع في هذه المسألة في أفعال العباد، ثلاث مذاهب، فلا يستطيع إنس ولا جن أن يزيد مذهب رابع. فإذا هم كده بالضرورة يتبعون واحد من الثلاثة، فمن هو الواحد من هذه الثلاثة الذي يعني هم في الظاهر ينكرون ولكن في الباطن في الواقع ونفس الأمر متبعون، أما في الظاهر غير متبعين؟ إذا دققت تجد الجماعة السلفية والوهابية في المذاهب في أفعال العباد مع المعتزلة وليس مع أهل السنة وليس مع الجبرية، يبقى هم إيه مع مين؟ مع المعتزلة. ليه؟ لأنهم ينكرون ويستهزئون بالكسب الذي يقول به الأشاعرة. وبالجملة فمذهبه وبالجملة فمذهب أهل السنة مجانب للمذهبين الفاسدين، لأنهم جمعوا بين الحقيقة والشريعة. وسلموا بتوفيق الله من بدعة الفريقين، لأنهم جانبوا الجبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين. يعني احنا قسمنا الأفعال إلى قسمين، اختيارية واضطرارية. وأن الأولى مقدرة للعباد، بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال. يعني نقول عن الأولى اللي الأفعال الاختيارية مقدورة للعباد، يعني لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال وتتعلق بها من غير تأثير. وجانبوا القدرية لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة المخلوقة لله في الحيوانات تأثيرا البتة في أثر ما، في أثر ما، يعني في أي أثر، بدليل بدليل إيه؟ برهان الوحدانية اللي هو سلب الخالقية عن مين؟ عن العبد، ووجوب عموم القدرة، يعني القدرة عامة في جميع الممكنات. فلو قلنا بأن الأفعال الاختيارية لا تتعلق بها القدرة، إذن القدرة ليست عامة التعلق، أشياء عامة بكل الممكنات وأفعال العباد من جملة الممكنات، فيجب أن تتعلق بها القدرة القديمة. والإرادة لجميع الممكنات، إرادته تعالى صفة يتأتى بها تخصيص للممكنات، والإرادة والقدرة تأثير في إيجاد الممكنات. فالقدرة ممكن توجد أي ممكن، والقدرة تخصص أي ممكن، فكيف نخرج أفعال العباد؟ فلا بد أن تتعلق بها القدرة القديمة لأنها عامة التعلق، فلا يشذ عنها ممكن واحد، فلو شذ عنها ممكن لكانت القدرة غير عامة الإيه؟ غير عامة التعلق. فيبقى معنى كده سلبنا الخالقية عن مين؟ عن العبد، لأنه جعلنا العموم لمين؟ للقدرة القديمة فقط. ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إيه معنى فين الكتاب؟ الله خالق كل شيء، عام هنا لم يستثني شيء، كل شيء. حتى المعصية. فهي المعصية والطاعة من حيث الوصف وليس من حيث الخلق. فالله فقدرته تعالى تتعلق بإيجاد كل شيء،
لكن هذا الشيء يسمى طاعة بحسب الأمر، ويسمى معصية بحسب النهي. أما بحسب الخلق لا يسمى طاعة ولا معصية. يعني مثلا الحركة في الصلاة هي نفسها الحركة في القتل مثلا، هذه حركة وذي حركة، لكن هذه مأمور بها وهذا غير، زي الزواج والزنا، هذه شهوة وهذه شهوة، هذه معاشرة وهذه معاشرة، واحد، هل في فرق في المعاشرة؟ ولكن هذا مشروع فهو مباح، وهذا منهي فهو. إذن فالأفعال كلها تسند إلى الله خلقا مش وصفا، لكن من حيث إن العبد أمر بها يبقى هنا يتحول الأمر. الأمر يعني وصفها بالطاعة ومعصية راجع للأمر وليس راجع للخلق. يعني مثلا الصلاة في نفسها في ذاتها لا طاعة ولا معصية، هي طاعة من حيث الأمر، خلاص؟ دل عليه الكتاب والسنة، ما شاء الله إيه؟ ها؟ كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ يبقى أي شيء يكن يبقى معناه شاءه الله، وما لم يكن لم يشأه الله، ده السنة. طب الإجماع، الأمة كلها على كذا إلا مين؟ إلا أهل الفرق الضالة. ولما عرفنا بالضرورة عدم استواء الأفعال بالنسبة إلينا احتيج من أجل هذا إلى بيان معنى الكسب الذي هو محل التكليف الشرعي، وهو الذي جعل أمارة على الثواب والعقاب والمدح والذم الشرعيين. فقال: وأما الكسب، قال المصنف رحمه الله: وأما الكسب فهو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأديب. الكسب اللي هو إيه؟ ما هو الكسب؟ كده ببساطة، تعلق القدرة الحادثة بالمقدور، يعني تعلق يعني ارتباط، يعني عندما يوجد الفعل اللي هو المقدور تتعلق به، يعني توجد معه أو تصاحبه أو تقارنه قدرة العبد الحادثة، ولكنها ليست هي المؤثرة، لا هي مخلوقة معه. طب لماذا لم يعبر به بالتعلق؟ لماذا سماه كسب ولم هو الكسب يعني التعلق؟ لما سماه كسبا ولم يسميه تعلقا؟ قال: تبركا بالقرآن الكريم. هذه ليست بدعة، ده موجود في القرآن. لا ما كسب، الله تعالى سماه كسب، لم يقل لها ما خلقت أو لها ما أثرت أو لها ما فعلت، وإنما قال ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الأشاعرة سموا الكسب اتباعا لكتاب الله، فكيف يستهزأ بنا ويضحكون علينا ويتنابزون بالألقاب، وإذا أرادوا أن يتحكموا يقول لك هذا أخفى من كسب الأشعري. يعني كأنهم إيه؟ يعني يستهزئون. طب هنا في القرآن قال لها ما كسبت وعليها، إيه الفرق بين الفعلين كسب واكتسب؟ فإن قلت ما الفرق بين الكسب والاكتساب، فالجواب: الكسب تحصيل على أي وجه كان، يعني أي شيء تفعله كده بأي طريقة يسمى إيه؟ ها؟ كسب. أما الاكتساب زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كلمة اكتسب فيها إيه؟ تاء زيادة، اكتسب وفيها همزة كمان، فيها تاء، لما كسب ثلاث حروف، اكتسب كم حرف؟ 5. فالاكتساب معناه المبالغة والاعتمال فيه. ففي الآية تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه، فأثبت لهم ثواب الفعل على أي وجه كان، ولم يثبت عليهم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال. شوف اللطف كده، يعني واحد عمل أي حاجة سهلة كده اكتسبها ربنا يديله ثواب، إنما في الشر لازم يكون فيه إيه؟ مبالغة واعتمال وتعمد وإصرار. فلأجل هذا قال: وعليها إيه؟ ما اكتسبت. لم يقل لها ما كسبت وعليها ما كسبت،
وإنما جعل العقاب لازم يكون فيه عمد وفي قصد. قد يكون الأمر يحدث من الإنسان عفوا من غير قصد إليه أو من غير مبالغة فيه، فهذا لا يحاسب عليه، يعني يعفو الله تعالى عنه. إنما الخير أي وجه فهو عبارة، اللي هو الكسب، عن تعلق القدرة، عبارة عن تعبير عن تعلق القدرة الحادثة. وقال الحادثة احتراز من تعلق القدرة القديمة، يعني مثلا إذا قدرتك الحادثة تعلقت بالفعل فوجد الفعل فيقال أنت كسبت الفعل أو اكتسبت الفعل. أما القدرة القديمة إذا تعلقت بالفعل فوجد فيقال هذا خلق، هذا اختراع، هذا إيجاد، هذا إبداع. أما بالنسبة لك يقال هذا كسب. يبقى فهمت كده الفرق بين الخلق والكسب؟ الخلق ده تعلق القدرة القديمة بالفعل. يبقى إذن القدرة القديمة تعلقت بالفعل اللي هو تعلقها تأثير، وقدرتك أنت أنه الفعل هو نفسه، الفعل مش فعلين، الفعل فعل واحد، فتتعلق به القدرة القديمة لكي توجده وتخلقه، وتتعلق به قدرتك الحادثة بمعنى ترتبط به أي تقارنه دون تأثير، فيسمى هذا التعلق كسب. إذن فالتعلق الحقيقي اللي هو القدرة القديمة الأزلية اللي هو التأثير والاختراع والإيجاد، أما قدرتك تعلقها يعني معناه معناه ارتباط، مصاحبة، مقارنة، وهذا هو المسمى بالكسب. يبقى إذن الفرق بين الكسب والخلق؟ الكسب تعلق القدرة الحادثة، والخلق تعلق القدرة القديمة بالمقدور في محلها من غير تأثير. احترز بالمقدور في محلها أي في محل القدرة من الفعل الذي خرج عن محل القدرة. يبقى إذن في فعل في محل القدرة تكلمنا عنه، وفيما هو خرج عن محل القدرة كالرمي بالحجارة والضرب بالسيف والرمح والقتل والجرح ونحو ذلك. ولما كانت هذه الأفعال خارجة عن محل قدرته غير مكتسبة للعبد وكانت مخلوقة عند كسبه عادة جرى فيها، يعني مثلا يسألك سؤال، الأفعال اللي في غير محل القدرة كيف جرى فيها التكليف؟ تقول له لأنها تخلق عند كسبه عادة فيجري. طب لماذا قال عادة؟ لأنه هي ممكن مثلا عند كسب الإنسان قبل أن يقع منه هذا الكسب يوجد الفعل، لكنه في هذه الحالة لا يسمى عادة على جهة خرق العادة. يعني كان بعض الصحابة في غزوة بدر يريد مثلا ضرب عنق واحد من المشركين، فيجد أن رقبته قد هوت من غير ما يضربه ملك مثلا، أو يعتبر هنا هذا غير عادي، فيجري الثواب والعقاب أيضا فيما هو في غير محل قدرتك لأنه يخلق عند كسبك عادة. واحترز بقوله من غير تأثير مما تعتقده القدرية مجوس هذه الأمة من أن تعلق القدرة الحادثة بالأفعال إنما هو تعلق اختراع وتأثير لا تعلق اقتران ودلالة على الأفعال. فإن قلت سؤال نختم به، فإن قلت هل يقال المقدور الواحد دخل تحت قدرتين؟ هذا السؤال ده بتاع الشيخ لما أنت قلت المعصية، هل المقدور الواحد اللي هو الفعل يعني يدخل تحت قدرتين، تحت قدرة الله وقدرة؟ فالجواب نعم. طب هنا هيحدث مشكلة، يقول لك هل يمكن يكون في مؤثرين على أثر واحد؟ هذا لا. أمال هنا كيف قال نعم؟ يبقى إذن قال بجهتين مختلفتين، فيدخل تحت قدرة الله اللي هو الفعل بجهة التأثير. يبقى هنا ما فيش ما فيش مؤثرين، ده التأثير لمين؟ لقدرة الله. وتحت قدرة العبد بجهة الكسب اللي هو الارتباط ولا تأثير له. إذن فيدخل المقدور الواحد تحت قدرتين،
ولكن بجهتين مختلفتين. إذن فأفعالنا تدخل تحت قدرتنا كسبا، وفي نفس الوقت تحت قدرة الله خلقا وإيجادا واختراعا، فلا تناقض. إذا تدخل تحت قدرة الله بجهة الخلق وتحت قدرة العبد بجهة الكسب، فافترقا. هي معنى افترقا يعني افترق الكلام، انفكت الجهة، هي داخلة تحت قدرة الله بالتأثير. ولو قلنا تحت قدرة العبد بالتأثير لم يفترق الكلام، إذا اجتمع مؤثرين، ولكنها تحت قدرة العبد بجهة الكسب، والكسب ليس فيه تأثير، إنما هو اقتران القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير. وقد انتهى الكلام في المقدمة الثالثة، في المقدمة الثانية، وهي مقدمة المذاهب في أفعال العباد. سيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن المقدمة الثالثة، وهي في أنواع الشرك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومثالك لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الله. اللهم صل أفضل الصلاة.